النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم النشرة الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع الأول من شهر أيار مايو، الذي نسأل الله أن يجعله شهر خير وبركة، كما أتقدم لزملائي وأخواني في الطوائف المسيحية يعني أسماء التحية والتبريك بمناسبة عيد الفصح المجيد. طبعا بشكل عام الأحوال الجوية وهذا الأسبوع يعني يحظى باستمرار نفس النمط الجوي، وهو بقاء درجات الحرارة أعلى من المعدلات المعتادة مثل هذا الوقت من العام. هذا النمط مستمر معنا في شهر 4 والآن مستمر معنا في شهر 5. الأجواء أحر مما هو الوضع الطبيعي. الربيع أو الطقس الربيعي المعتاد لم يكن موجودا كثيرا هذا العام، حيث كانت الأجواء أكثر حرارة مما هو معتاد. دعونا نستعرض هذه الأحوال الجوية خلال هذا الأسبوع الذي نبدأها بيوم الأحد. متوقع أن تصل بها درجة حرارة في العاصمة 28 درجة مئوية. الأجواء يوم الأحد تكون ربيعية دافئة لكنها تميل الحرارة في ساعة الظهيرة والعصر، لكن الأجواء في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة حارة، فمثلا تصل في العقبة إلى 38 درجة مئوية مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية. يوم الاثنين يطرأ ارتفاع على درجات الحارة، تصل في العاصمة عمل إلى 30 درجة مئوية، في مناطق الشمالية 31، تكون في جبال الشرى 27 درجة مئوية، 31 درجة مئوية في البادية الجنوبية، 35 درجة مئوية في البادية الشرقية، والأجواء تكون إجمالا يعني نستطيع قول منها ربيعية مائلة للحارة في أغلب المناطق. أيضا تنشط سرعة الرياح بشكل واضح في ساعات ما بعد الظهر والعصر، مثيرة للغبار في المنطقتين الجنوبية والشرقية من المملكة. أما في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، فتحظى تلك الأماكن بارتفاع إضافي على درجات الحرارة يجعل الطقس هناك شديد الحرارة، فمثلا تصل في العقبة يوم الاثنين إلى 41 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى ليلا 27 درجة مئوية. يوم الثلاثاء المزيد من ارتفاع درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، تصل في العاصمة على 32 درجة مئوية، تكون في إربد 33، في جبال الشرى 29، 33 في البادية الجنوبية، وتبقى 41 درجة مئوية في مدينة العقبة. الأجواء تكون حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة إلى شديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. يوم الثلاثاء هناك فرصة لأن تحظى المناطق الشرقية من المملكة على زخات يعني من الأمطار تكون محلية الطابع إثر بعض الأحوال الجوية غير المستقرة، لكن الأجواء حارة إجمالا تصل إلى في منطقة الشرقية إلى 37 درجة مئوية. يوم الأربعاء لا تغيير يذكر على الحالة الجوية، بقاء درجات الحرارة على ما هو عليه الحال. الأجواء تكون حارة نسبيا في مختلف ومعظم مناطق المملكة، تبقى درجة حرارة في العقبة 41 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تكون 39 في المنطقة الشرقية مع نشاط في سرعة الرياح وبقاء فرص لبعض الزخات المحلية المحدودة من الأمطار. يوم الخميس تراجع قليل على درجات حرارة في المنطقتين الشمالية والوسطى فقط من المملكة، لكن أجواء حارة تبقى في المناطق الجنوبية والشرقية بل وتصل إلى 42 درجة مئوية في العقبة، والأجواء شديدة الحرارة في تلك المناطق وبما في ذلك مناطق الأغوار الجنوبية، 34 درجة مئوية في البادية الجنوبية، 31 في العاصمة عمان، 30 في جبال الشرى، 31 في إربد، وتكون 38 درجة مئوية في المنطقة الشرقية مع نشاط في سرعة الرياح أحيانا مثيرة للغبار خاصة في ساعات ما بعد الظهر في المنطقتين الجنوبية والشرقية من المملكة. نختم التوقعات الجوية بهذا الأسبوع بيوم الجمعة الموافق 7 من شهر أيار بتراجع على درجات الحرارة وتعود إلى مستويات أقرب إلى الربيعية، فمثلا تصل في العاصمة عمان 28، 29 في إربد، 25 في جبال الشراء، 32 في البادية الجنوبية، تكون 33 في البادية الشرقية، حتى في خليج العقبة تتراجع درجات الحرارة من 42 يوم الخميس إلى 38 درجة مئوية يوم الجمعة، وسط أجواء تبقى حارة طبعا في تلك المناطق بينما تكون أكثر اعتدالا يعني ربيعية دافئة إجمالا يوم الجمعة القادم في باقي مناطق المملكة. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع. أتمنى لكم جميعا أسبوعا موفقا أينما كنتم، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات،
شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.